والتمني في واقع الأمر على ضربين، مشروع وممنوع. أما التمني الممنوع الذي ليس له ثمرة أو أنه مجرد قتل للوقت في التفكير في أمور لا طائل تحتها، فهذا مذموم وممنوع. ولذلك يقول العلماء الأماني رأس أموال المفاليس، الأماني. لذلك تجد بعض الناس كما نبه ابن القيم رحمة الله عليه على هذا، يقضي وقت طويل في التفكير والخيالات التي لا طائل تحتها ولا لها رصيد من الواقع ولا ثمرة، وهكذا يتمنى ويمني النفس، هذا مذموم. أما التمني المحمود فهو ما حصل يعني مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، مثل ما قال عمر: أتمنى رجلا أو تمنى رجالا كأبي عبيدة يملؤون هذا البيت أو كذا. فكانوا يتمنون أشياء لها رصيد من الواقع وفيها حث وتحريك للنفس نحو الفضائل. ولذلك قال ولذلك تمنى أبو هريرة أن يكون عبدا مملوكا، ولما في الرق هذا من الفضل العظيم، ويكفي أنه يأتي ويكفي أنه يعطى أجره مرتين، يعطى أجره مرتين.